دكتور، يعني الخيانة هم تجي أبر لو شراب. لا دلولي، هاي كبسول تاخذيه بعد ما تستلمين الكرسي، وهاي هم مفعولها قوي. والله كل واحد وحسب فصيلة دمه، إذا فصيلته كانت ما يستحي زائد فهذا مفعول يطول أكثر من 8 سنوات، وإذا فصيلة ما يستحي ناقص. هذا ينراد له 3 كبسولات باليوم. ها، يعني سعدية فصيلة ما يستحي زايد. هلا، واليوم عكس الاتجاه، يا صاروخ أرض أرض انطلق. يا الله، ولج دلال العوبة، تريدين تصيرين براسي محبوبة؟ والله ما راح تفيدك التوبة، وراح أخليك بهالمحلة منكوبة. واني شعلية، هو غير الدكتور ده ينطل علاجات؟ ولك حسين؟ الله يرحمك دكتور، رحت بها والله. اوف يا ربي، تفتر وتفتر وتجي براس الفقير اللي مثلي. هاي ايش بيك ما تقوم لها، مو على اساس انت الدكتور ومثقف؟ روحي روحي تلف. لك انصاف، اذا ما سكتين راح اجي اخلي هذن الاصابع بعيونك واعميش عمي، ما خليش تندلين النذر من الشريف بهالمحل. يا الله، الشرف وعرفنا النذيل بالمحل من امه. انا عرفت. اليوم عرفنا النذل هم يبيع الوطن مثل الخاين. من امه ده الحظ ايش خلف دم ما تقوم تفزعلي وتوقف بظهري. يوم اقوم انا اتفلت ياهم هسه. لا تفلونك في الكاف.